هل بإمكان الدايت يأثر على الميعاد عند النساء؟ في كتير من الفتيات أو النساء بيصير عندهم ميعاد منه منتظم، وهذا الشيء فيه يكون بسبب الدايت القاسي اللي بيعملوه، بسبب تخفيف الدهون بالدايت تبعهم. مشان هيك اللي عندهم أنوركسيا اللي هن رياضيات محترفات أو اللي بيعملوا دايت كتير قاسي بيتخربط الهرمونات عندهم وبتتخربط أو بيتخربط الميعاد عندهم. بالتالي ننتبه على نوعية الأكل ومنخفف وزننا كتير تما يتأثر الهرمونات بجسمنا ولا الميعاد.